عرف دور المرأة الفلسطينية على مدى قرن من الزمن ودورها في صنع جيل قادر على أن يؤدي رسالة عظيمة رغم ظروف القهر والاحتلال الذي لا زال يسيطر على الأرض ويمعن في الاستيلاء على هذه الأرض بكل الوسائل غير الشرعية. لعل آخر صورة لنضال المرأة الفلسطينية التي لا زالت عالقة في الأذهان يتجسد جليا فيما قامت به الطفلة عهد التميمي والتي صفعت الاحتلال على وجهه في مشهد سطر نفسه في ذاكرة القضية الفلسطينية. كيف واجهت المرأة الفلسطينية قوات الاحتلال؟ وما هو طبيعة الدور الذي قامت به؟ وكيف استطاعت في ظل الظروف القاسية وغياب الشريك رب الأسرة في الصمود وتحدي الصعاب وأصبحت مثالا يحتذى به في التضحية والفداء؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تشرفنا في الاستوديو الناشطة الفلسطينية السيدة دوريس فرنجية. صباح الخير سيدة دوريس. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. يسعد لي صباحك، يعني احنا كثير مبسوطين معك في يوم جديد. اهلا وسهلا بكم، انا كمان مبسوط. يعني شكرا. بداية حضرتك يعني هجرت فلسطين في 19 مارس 1948. صح، هجرنا والدتي وانا وري خالتي العائلة هيك. العائلة بس اغلب مش العائلة. والدي. أوكي. والدي لا. طيب كيف كانت الهجرة؟ وين اتجهتوا بعد الهجرة؟ وكيف والله كانت نحن جينا على مصر ولا سهلة؟ جينا على مصر، هجرنا على مصر. أنا بتذكر يعني هجرتنا جينا لأنه والدي كان لسه موظف في الحكومة البريطانية في حكومة الانتداب البريطاني. نعم. وكان لسه عليه وظيفة. فكان لازم يفضل يشتغل، وكان له وظيفة يعني عمل نشاط سياسي آخر. نعم. كان لازم يتم واحنا ما كناش عارفين. انما الهجره بدت بهذا الوقت، بهذاك الوقت كانوا الرجال الفلسطينيين رب العائله او اي حد من الفلسطينيه. نعم. بعد مذبح الدير ياسين خوفت الناس كثير. مذبح الدير ياسين خوفت الناس، واللي صار يصير كان فيه يصير اعمال ارهابيه، احنا بنسميها هن هلا بيقولوا عننا احنا ارهابيين. هي اعمال ارهابيه من قبل الهجنة أو الإرجون الإسرائيلي، وما كانش لسه في حكومة إسرائيل، إنما كان عندهم ناس إرهابيين وكانوا ممنوعين يفوتوا كتير دول من دولها منها بريطانيا. سدرس هذا أي سنة عم تكلم؟ هذا 48 من 46 47 بدأت الأعمال. وأنا بتهيألي كنت أسمع إحنا وصغار أهالينا يقولوا هذا بتشجيع من بريطانيا برضه. كان يصير عمل إرهابية. أنا بتذكر قنبلة كينج ديفيد، أوتيل كينج ديفيد لما صار، واحد قريبنا بتذكر يعني قريبي عمي ضلوا يومين لغاية ما طلعوا محجوز. حفروا الحيطة مش محجوز، العمارة تهدت. والدي كان حيروح، كان في اجتماع كبير، كان يعني كان في يصير هدموا عيلة بكلها فنادق، كان كتير يقتلوا ناس. طيب قبل هيدي السنين يعني قديه بتذكري، أكيد كنت حضرتك طفلة صغيرة، بس قديه بتذكري جو فلسطين؟ يعني كنا هلأ عم نحكي تحت الهواء أنه الفلسطين هي أكيد من أحلى الدول، والجو بقلب فلسطين كان كتير حلو قبل النكبة. صح. أهلك شو بيخبروك كمان قبل النكبة؟ ما هذا الإشي اللي بيقولوا، أنه دايما بيقولوا موتوا الكبار، وما الناس الاستعمار كان مفكر أنه حيموتوا الناس، الجيل اللي بعده بفكرش. لا، أنا لما شفت فلسطين تذكرت كل إشي، قد ما أهلي كانوا يحكوا لي عليها، قد ما يحكوا لي على بيتنا وين ولدت وين كذا وين كذا وين كذا، فكنت نتذكر كل هذه الأشياء. لا كانت يعني الناس كانوا كتير عايشين حسب ما بسمع. أولا الأمية ما كانش في تقريبا نقول 1% او 2%، عشان ما كانش في اميه. الثقافه العامه كانت كويسه. فلسطين زي اي بلد عربي من بلاد زي لبنان، فيها الجبل فيها البحر فيها البلد نظيفه، قراها نظيفه. حتى قرى كنا دائما الاعداد بيحكوا لي اهل الاعداد كلنا نعرفها، يعني كلنا مع بعض. ما كانش رجعت في الى فلسطين؟ رجعت بطريقه يعني لما كان زوجي مصري كان مع بعد اتفاقية يعني بعد أوسلو بعد كذا، راح مراسل هناك شفت فلسطين شوية. فكان كل جمعة وسبت لازم ألف بالتاكسي حوالين بيتنا. ألاقي ناس قاعدين في بيتي، بديش أقول يهود لأنه اليهود الفلسطينية كانوا معنا جيران، وكان في لنا أصدقاء، وأنا بعرف جيران أهلي. هذا كنا إحنا تعايش مسيحي مسلم يهودي كله كنا عايشين مع سوا. كان في تعايش، إنما كان في دخلاء. يعني أنا
اتقهرت كتير صح، ما قعدتش كتير في هذا البيت طفولتي بس، وتذكرت شوي الجنينة وتذكرت كيف أهلي حكوا لي، ما قدرتش أفوت. كان ممكن يشكوا علينا، قاعدين ناس غرب بعرفش منين. يعني نحن دايما ندفع ذنب غيرنا، هم نعم. هربوا من الهولوكوست صاروا الهولوكوسترز تبعينا، يعني صار يعني نحن طول عمرها فلسطين تدفع ذنب عمله الآخر، أنا أعطي بيتي ليه؟ يعني هي هذه تراثي بيتي ذكرياتي. تذكرت العصفور الكناري اللي مات وأنا صغيرة ودفنته في الجنينة. والله تذكرت، يعني في أشياء هيك بترجع لذكرياتك. طب هلأ حضرتك يعني لو يرجع فيك الزمن رح ترجع لفلسطين وتختاري بيتك وحياتك تكوني هناك؟ ما هو حسب ظروفك العائلية. أنا هلأ قاعدة بمصر، متزوجة كنت مصري توفى، قاعدة بمصر بحب أرجع لبيتي زي ما أي واحد برجع لبيته، زي أي مهاجر رجع بيته إمتى ما بدي، مش بإذن ولا ممنوعة. أنا كمقدسية بقدرش أدخل القدس أكيد، بقدرش أروح أصلي في كنيسة القيامة، بقدرش أزور المسجد الأقصى. طيب يعني حضرتك نتكلم أكثر عن موضوع اللي هو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أنت كفلسطينية هذه أسميها النكبة الثانية أو الثالثة، فعلا هي النكبة الثانية لفلسطين، النكبة الثانية هذه لفلسطين. كلميني عن شعورك كفلسطينية، رأيك بالموضوع إجمالا يعني، وليش كمان اختاروا توقيت النكبة يعني بعد 70 سنة من النكبة؟ توقيت النكبة هذا الموضوع، هم بدهم يلهوا العالم عشان يمسكوا حتت محلات أخرى ويلهونا ببعضينا، وهذه دائما عادة المستعمر، فرق تسد. أنا أذكر والدتي بتحكي لنا، والدي كان يحكي لنا أيام حتى لما كانت حكومة الانتداب، لما يبقى في للمسيحية ضرب الصليب جمعة الآلام، أو يبقى في نزلة المولد النبي أو نزلة النبي موسى، قال والدي يصبح يقول يا ستار ما يجوش هلأ الجيش البريطاني، فرق تسد، يهوشوا هدول ويهوشوا هدول ونقعد نتخانق. دايما هي سياسة المستعمر فرق تسد. نعم نعم. فهذه القصة هي فرق تسد وعاملين يعملوا مشاكل فيها، وهن هم بدهم المسجد الأقصى. أكيد بدهم طبعاً. المسجد الأقصى، وهذا بالنسبة لنا كمسيحية ومسلمين المقدسيين لن نقبله أبدا 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 أبدا. ست دورس يعني، ولا مش بس أنا، والولاد ولادي يعني مش ممكن. والدك اكيد كان من الاشخاص المناضلين بسبيل القضيه الفلسطينيه، واليوم حضرتك يعني كمان نحن عم نستقبلك وعم نشوف قد ايه عندك يعني حب الى فلسطين. خبرينا شوي عن دور المراه في النضال للقضيه الفلسطينيه. شوف، هو دور المراه زي اي دور مراه، اي امراه ما يعني اذا كانت متعاونه، بس المراه الفلسطينيه لها خصوصيه. المراه الفلسطينيه من 1918 و16 و17 و36 كان لها نضال بطريقة أو بأخرى، يعني النضال مش بس الحرب، ناضلات، دخلت السجن، اعتقلت، أخذت أسيرة، استشهدت، شهيدات كتير. يعني هذا بتعترفي أنه هذا يعتبر برضو مقاومة للاحتلال؟ مقاومة للاحتلال طبعا. المرأة الفلسطينية ناضلت في بيتها لما زوجها ينسجن، تبقى أم شهيد أو أم أسير أو زوجة أسير أو زوجة زي ما يعني. المرأة هي اللي شريكة مع الرجل. المرأة أحيت التراث الفلسطيني. هيو كلنا لازم نتعلم الغرزة، يقعدونا هون بيفتكروا إحنا بننسى. أنا أتذكر والدتي حتى لما هاجرنا، وهجرنا من مصر لعمان، احنا الفلسطينية يعني جربنا كله، تهجرنا في كل، تعلمنا الغرزة، قلنا اقعدي اشتغلي، تعلمنا الغرزة لازم نتعلمها، فيش حد فينا ما بيطرزش الغرزة الفلسطينية. يعني هي بتحسي الى الانتماء، الموجودة الى الانتماء يدوية. يعني المرأة الفلسطينية أزرت زوجها، أزرت، ربت أولاد، عطت أجيال وطنيين، واشتغلت كتير حتى لما كان في إضراب أو في أي منع إشي، تزرع ببيتها. يعني تزرع في بيتها. قد إيه كان دورها مؤثر؟ دورها هي قالها أبو عمار ومرقت في البيان إنه المرأة الفلسطينية هي حارسنا الأبدي، حارس قضيتنا. يعني المرأة الفلسطينية أزرت كتير، وبعدين في لها ثقافة غير العليا، الشهادات مش كل في، حتى عند المرأة الفلاحة ثقافة العطاء، ثقافة المرأة الفلسطينية
تعودت تكون معطاءة أكيد وتعودت تأدي حتى لو يعني متبرعة يعني بعدة محلات. سيد درس، كنت حضرتك يعني شغلت منصب ممثلة فلسطين في منظمة المرأة العربية، خبرينا شوي عن دورك وكيف هون كمان جربت توصلي أكثر يعني صورة أنا كنت المرأة باللجنة المناضلة الدائمة الفلسطينية. للجنة الإدارية الدائمة، وكان في لها عضو رئيسة مجلس تنفيذي معنا، وكان الرئيسة هي رئيس حرم رئيس الدولة زي باقي الدول. يعني كنا نشتغل لكل الدول العربية لأنه هي تابعة لإحدى التنظيمات اللي تابعة للجامعة العربية. نعم. متبرعات، جربنا نعمل كثير أشياء في فلسطين برضو، كان في أكثر من مشروع في غزة وفي هيك عن طريق الجمعيات يعني كان في الأهلية نشاطات ومشاركات نشاطات من خلال ومشاركات المرأة. ونشاطات ثقافية. بدينا مثلا معسكرات الأجيال مشان العرب كل الدول العربية يتحدوا مع بعضهم، عملنا زي ندوات ندوات ومعسكرات في عدة بلاد تجمع كل الأولاد العرب، شباب شبيبة العرب، وهذا استفادوا منها كثير. وكان في إقبال؟ كان في إقبال، كان في إقبال، والحقيقة هي بدت بقيادة مصر، السيدة الأولى بمصر آنذاك، وجمعت كثير دول عربية وكل الدول، لقينا يعني قبول من كل الدول، فلسطين، الأردن، الإمارات، كله إجوا وكانوا كلهم مبسوطين، وكان في ديمقراطية ما أقدرش أقول لك. والواحد تعارفنا إحنا النساء على بعض وصرنا نلاقي فعلا إنه في تجاوب وفي وحدة عربية، وهي المرأة هي ممكن هي تكون تقود الوحدة العربية. أكيد طبعا، والله بس مدام لأنه بتقود الأولاد والبيت وكذا بتجمعهم. يعني كنا نحكي كمان قبل يعني ما نفوت مع حضرتك بالحوار هذا الشيق اللي احنا طبعا مستمتعين فيه جدا، كنا نقول عن صورة المرأة، صورة المرأة اللي وصلت للعالم كله واللي هي عهد التميمي اللي كانت تعتبر يعني كمان يعني صفعة للاحتلال. يعني طبيعي طبعا. انت كيف شايفه بهذا الوقت؟ بس قبل ما نحكي المنطقه بدنا نحكي على المراه العربيه الفلسطينيه. برضه نحن كفلسطينيات كنا مدربات على العمل النسائي. كان عندنا اتحاد المراه الفلسطينيه، كان في جمعيه يسرى البربري بغزه، كان في دار الطفل الدكتوره هند الحسيني في القدس، وانعاش الاسره، كل هدول مهدوا انه ناخذ تدريب. يعني وهذا بدا من زمان، من قبل حتى من قبل الانتداب، من وقت الانتداب. نحن من احنا بالمدرسه بنعرف هذه الجمعيات. بالنسبه لعهد التميمي، احنا بدناش نكبر الامور كثير، بس يعني هي انا اقدر اقول لك هذا اول شيء مثل لكل الدول اللي بتفكر انه الفلسطيني حينسى بلده. لا، ما يموت الاب او الجده او الجد، الابن يجي والابن يعني وابن هي الابن فعلا عهد عهد الفلسطينية الصورة تكملة الحية. تكملة للمرأة الفلسطينية فعلا. يعني يمكن أنا أسميها، بدناش نقول إنه نتقارب من الأجانب، جندرك فلسطين. أكيد طبعا، يعني هي صورة حية للقضية الفلسطينية أكيد. منظر لما تقالت للا ضربت العسكري إزاي، هذه أكبر صفعة للتاريخ، قالت له انزل عشان أورجيك. يعني أكيد كان عهد التميمي ولا كان حضرتك ست دورس وكل النساء الفلسطينيات، أكيد عندكم رسالة ورسالة نضال. نحن بنشكرك لوجودك معنا، وإن شاء الله يا رب يعني النصر بيعود لفلسطين. قبل ما أقول الرسالة، عايزة وحدة مش بس المرأة العربية، وحدتنا نحن كأمة أكيد. عربية نتمنى هذا الشيء، نتمنى عشان نحارب أمثال السفارة نحن نتشكرك إن شاء الله أكيد من ضمن صوتنا لصوتك. السفارة الأمريكية اللي إجت كل الناضل من أجلها. شكرا كثير لك، شكرا نورتينا. شكرا لكم، شكرا.